إخواني أصدقائي، أنا أعتذر من سيارة الرؤساء والملوك. هذه السيارة الفخمة اللي أنا ظلمتها، وأوجه اعتذاري لسيارة الرؤساء والملوك، سيارة الفخامة. شوف الفخامة، وهي فعلا سيارة الرؤساء والملوك اللي هي الرانج روفر. الرانج روفر هي فعلا سيارة الرؤساء والملوك. شوفوا وراها سيارة البورش، وهذا الرانج روفر الجميل الأبيض. طبعا هذه السيارات اللي عنده هالسيارات هذه بده يروح على جهنم. ليش؟ لأن سيارات بنات وتعريس، مش مثل اللي عنده كورولا وهونداي وتويوتا. عجني إن شاء الله، لأن شو من الشغل للبيت للجامعة. هذول سيارات مصدرين لأمريكا، هؤلاء سيارات مصدرين لأ. ولكن عندي مشكلة صغيرة، إنه في سيارة معفنة جرباني مسكرة عليهم، موديل 2024، نوع AMG SL63، موديل 2024. حاولنا نشغلها، قلنا يمكن تكون البطارية سليمة، ولكن يظهر إنه في مشكلة ثانية بهذه السيارة. هذه السيارات نوعية صينية زبالة، لذلك ناطرين الميكانيكي يجي يشغلوها ويشو، بس لنزيحها عن الدرب لأن مخربي سمعة السيارات الفخمة. رانج روفر والبورش سيارات روعة. ناطرين الميكانيكي ليشيلها القمامة من هون، يفرجها الله، يفرجها رب العالمين. السلام عليكم.